سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا وسهلا بك سيد رائد. بداية تحليلك لخطاب الرئيس الصيني واللي كان سبب اليوم في يعني تهدئة الأسواق. نوعا ما كانت يعني كان هذا الخطاب يحتوي على نوع من التهدئة، كان شهدنا أثره على الأسواق الآسيوية خلال التعاملات اليوم بأنه هدأ بعض الشيء الحرب التجارية أو مخاوف الحرب التجارية، ولكن بنفس الوقت قولب يعني أو وضع قالبا لحركة هذه المناوشات أو المفاوضات كيف ممكن أن تكون من خلال الستينج السلع التي يجب أن يكون هناك نوع من التفاوض. نوعا ما يعني نبرة بعض الشيء تغيرت، أصبحت أقل هدوءا من الصين وليس الرد بالعكس. لماذا حدد الرئيس الصيني زيادة حقوق ملكية الأجانب في قطاع السيارات والملكية الفكرية؟ لماذا هذا تحديدا؟ لأنه من الطرف الثاني من الولايات المتحدة الأمريكية كانت كانت الادعاءات بأنه الصين تتعدى على كل من الملكيات الفكرية، إضافة إلى عدم التساوي أو عدم البالانس بشكل إيجابي أو متوازن ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. ولتهدئة هذه المخاوف على وجه التحديد كان يعني التصرف من الصين لحل الأزمة التي أثارها دونالد ترامب من خلال التغريدات التي قد صرح بها بأن هناك نوع من عدم التوازن التجاري أو عدم الفير، يعني ما مش في عدالة نوعا ما بين الواردات الصينية وما بين الصادرات. رائد، الدولار لم يظهر هذا التفاعل الذي أظهرته الأسهم بعد خطاب الرئيس الصيني، لماذا برأيك؟ طبعا لعدة اسباب. اولا انه اثار اثار المخاوف الحرب التجاريه بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه لم تنتهي بعد، اضافه الى انتظار بعض البيانات المهمه التي تصدر اليوم مثل بيانات المستهلكين. اجمالا الدولار الامريكي فنيا ايضا تحت الضغط بشكل كبير خلال الفتره الحاليه وقد يتجه الى مزيد من التراجعات اليوم. توقعاتكم بالمجمل سيد رائد لاداء الاسواق على المدى القصير والمتوسط بعد هذا الهدوء؟ يعني إجمالا بدأت الأمور تهدأ، مخاوف قلت بشكل كبير، المستثمر يتجه إلى الاستثمار في أسواق الأسهم بشكل أكبر، ولكن ذلك لا يمنع التحوط فيما يتعلق بأسعار الذهب اللي نحن حاليا عم نشهد ارتفاعات عليها على المدى القصير إلى المتوسط. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. شكرا لك.